مريم، سلام عليكم يا مريم. وعليكم السلام. علي صوتك وتفضلي يا ماما. ازي حضرتك يا دكتورة؟ الحمد لله يا حبيبتي. دلوقتي انا تيتا كانت بصمت والدتها على بيع الشقة عشان خاطر لما تيجي يوزعوا الميراث ما يدخوش في موضوع اعلان الوراثة. فجت هي تبيع، فلما باعت الشقة دي اتقسمت على اخواتها بالتساوي، هما 6 صبيان وثلاث بنات. هي قسمت بالتساوي، ما قسمتش بشرع ربنا، وخصمت من كل واحد مبلغ عشان ترميم الترب. دلوقتي في ناس بيقولوا لها انت عليكي ذنب انك ما قسمتيش بالتساوي، بس اخواتها راضيين. دلوقتي تيتا وهي عايشه دلوقتي، مش عايشه؟ هي عايشه، بس هي خايفه يكون ده ذنب عليها. ان هي عملت ايه؟ مش ليها بيت؟ هي قسمت بالتساوي مش بشرع ربنا. ما سويتش وهي عايشه يا ماما ولا بعد الموت؟ لا هي عايشة. وهي عايشة اللي هي بتساهم فيه ده بيعتبر باب من ابواب الهبات. لكن امتى بقى تتصرف ولابد ان تلتزم بالتوزيع التركة وفق نظام الميراث؟ بعد وفاتها الورثة بتوعها هم يوزعوا الميراث عليهم للذكر مثل حظ الانثيين. مفهوم يا ماما؟ مفهوم. فهي يعني انت تتحمل المسؤوليه. هي قسمت بعدم التساوي. ايه؟ هي كده عليها ذنب ان هي قسمت بعدم التساوي، لان والدتها ماتت ولما جت تقسم الميراث ادت الولد نفس البنت. ده ميراث والدتها. لا لا لا، ميراث والدتها يعني بعد الموت. لا طبعا، ده يعتبر يعني كفر بايات الله. عارفه يعني ايه كفر بايات الله؟ كفر بتشريع الله، لان ربنا سبحانه وتعالى جعل التوزيع بتاع الميراث بايده هو وحده، ما حدش مننا يتدخل فيه، حتى لو ما عرفناش ليه قال كده. فريضه من الله، وقال يوصيكم الله. يبقى ما دامت الوصيه من عند الله والتقسيم من عند الله والفريضه من عند الله، يبقى نلتزم بما وزعه الله سبحانه وتعالى على كل مستحق. إذن هي دلوقتي لو انتوا عايزين تنقذوها من العذاب، تجمعوا كل اللي انتوا خدتوه، اللي انتوا خدتوه زي بعض ده، وتبداوا التقسيم مره اخرى وفق التقسيم الذي جاء في ايات المواريث في سوره النساء. ماشي يا مريم؟